l'édito مع فاطمة كراي. مدردرة الجزء الثالث، لكن باش تتصفى بالتونسي. كيفاش وعلاش؟ مدردرة وعرفناها، وزادت تدردرت واحنا واعين بهذا، ولكن كيفاش باش تتصفى هالمدردرة هذه؟ حتى شيء ما هو محسوم في تونس، في تونس ولا شيء بلغ نهايته في بلادنا، ولا شيء اتوضح، ما زالت مدردرة. وكي نقولوا مدردرة نحب نقولوا راهو اللي فما اختلافات وفما عركات، ولكن مش العركات والاختلافات المحمودة، فيها الصحيح وفيها الدعائي، فيها الغث وفيها السمين، لكن ما فيهاش ناس تسمع بعضها. تونس ما هيش صافية وما هيش جايبتها البر كيف ما يقولوا المصريين، وتونس ما هيش مليانة خابيتها، كل واحد يجبد ليه، كل واحد يرى الحقيقة من خلال منظاره الدعائي. المهم أنه هو يوصل صوته أكثر من غيره وأكثر من الطرف المقابل. ولكن هل تبرى تونس بهالفعل هذا؟ أبدا. تونس ما تزيد كان تدردر، ما تزيد كان تغماق، ما تزيد كان في الظلمات، إذا كان ما نمشيوش قدما إلى أن نسمع بعضنا، ولكن أيضا العدالة تاخذ مجراها والقانون زاد ينفذ. وإنفاذ القانون هنا ما فما شعار في الدنيا الكل كان في تونس يناديوا بإنفاذ القانون. اليوم هالأحداث هذه مهمة وفيها منعرجات وتدعو إلى الاستغراب. مسلسل تونس هو مسلسل فيه قصص وأحداث مدردرة، ما هيش صافية، متشابكة، متقاطعة، الناس تقطع وتريش في بعضها، وتبات في الليل في الفيسبوك وفي النهار في البلاتوات، ولكن الحقيقة ويني؟ ما فماش حقيقة. والحقائق وينها؟ ما فماش حقائق زادة. الصراع توا بين الأطراف تحكموا الحملات الفيسبوكية في الليل والندوات الصحفية والندوات الصحفية المضادة في النهار. مدردرة، ولكن باش تتصفى بالتونسي يلزمها شروط. الشرط الأول أنه الهدايا بن عروس، الناس تسمع بعضها، حتى كي ما تسمعوش بعضكم كأعداء على الأقل تخلق الصحافة نواميس للحوار، مش تمشي تاخذ شاشيت هذا وتحطها على رأس هذا وتقول هاني عملت البوز. الصحافة والشعب التونسي والرأي العام هوش محتاج للبوز، محتاج للحقيقة وللحقائق. أيضا اليوم أول البداية هو تقويم رؤية هذا الحوار الوطني، تقويم رؤية أيضا السلطات الاستثنائية اليوم وخاصة في يد رئيس الجمهورية. وثالثا أنه المنظمات الوطنية يلزمها تكون داخلة في أي حوار في أي مسار، مش نشيطنه وبعدين نقولوا هاو القلة تكسرت. اليوم تونس مدردرة صحيح، ولكن بالأيادي التونسية ما تنجم كان تتصفى، ولكن يلزم زادة فما إرادة وفما عزم على أساس أن تكون بأيادي تونسية، لأنه احنا عندنا طبقة سياسية ومجتمع مدني أغلبها، ما نقولش الكلها، أغلبها رخوة وما عندهاش سلسول وما تنجمش تقف وما تنجمش تهز راسها لأنها الحلول مش في ايديها. اليوم تونس للتونسيين، والتوانسة مستعدين يسمعوا ومستعدين يسمعوا الاختلافات، ما هوش العرك ومعروك ادعائي. اليوم تونس تنجم اليوم تصفي وتتصفى هالمدردرة اليوم حتى ما نوصلوش للمرحلة الرابعة.